بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزيعنا لهذا اليوم هو جاما ديستريبيوشن. نقول أن الراندوم فاريبل X له جاما ديستريبيوشن، توزيع جاما with two parameters alpha and lambda. If its probability function is as follows. لما تكون الدالة Fx alpha lambda هي مساوية لواحد على جاما alpha مضروبة في لامدا 2 power alpha x 2 power alpha minus 1 exponential minus lambda x عندما تكون قيم x موجبة أو مساوية للصفر، وتكون قيمتها صفرية عندما تكون x عدد سالب. إذا x له توزيع جاما بالمعلمتين alpha ولامدا بهذا الرمز، نستخدم g اللي هو أول حرف من الجاما، أو أحياناً يكتب بهذه الطريقة أي نستخدم رمز جاما اللي موجود تعريفه واللي موجود في داخل الفانكشن. التو باراميترز لهذا التوزيع هو ألفا ولامدا. الآن لازم نفهم شنو جاما ألفا. جاما ألفا هي فانكشن بدلالة ألفا بحيث تساوي integral from 0 to infinity y to the alpha minus 1 exponential minus y dy. نحفظها الآن معاً. هي عبارة عن التكامل from 0 to infinity y للأس alpha ناقص 1 مضروبة في exponential ناقص y dy. exponential ناقص y dy أضربها في ال y مرفوعة للأس ألفا ناقص 1 عندما الألفا تكون أكبر أو يساوي 1. هذه الجاما إلها خصائص، ثلاث راح أطرح لكم خصائص. واحدة منها أنه جاما ألفا شو تساوي؟ تساوي ألفا ناقص 1 فكتوريال. هاي طبعا إيش وقت إذا كانت الألفا انتجر، صح؟ يعني إذا كانت الألفا 10 فجاما 10 شو يساوي؟ 9 فكتوريال. زين، لما تكون الألفا مو عدد صحيح وإنما عدد كسري، نستخدم الخاصية الثانية. القانون يقول إن جاما ألفا زائد 1 شو يساوي؟ ألفا جاما ألفا. واضح؟ ألفا جاما ألفا. راح ناخذ أمثلة على هاي القوانين حتى تتوضح الصورة وبش راح نستخدم هذه الخصائص. عندي جاما للنصف، جاما للنصف شو تساوي؟ الجذر التربيعي ل باي. راح ناخذ مثال. لما يكون عندي انتجر مثل 6، إن جاما 6 شو يساوي؟ 6 ناقص 1 فكتوريال، يعني 5 فكتوريال. ايش راح نكتب؟ 5 times 4 times 3 times 2 times 1 ويساوي لي 120. هذه هي النتيجة. إذا كان عندي العدد كسري أكيد 7 على 2 ما راح نقدر ناخذ لها 7 على 2 ناقص 1 فكتوريال. واضح؟ لأن عادة المضروب يستخدم للأعداد الصحيحة. إذا 7 على 2 نطرح منها 1، صح؟ هذا راح تكون هي السبعة على اثنين، الألفا زائد واحد هي سبعة على اثنين. زين، إذا ألفا شو راح تكون؟ راح تكون سبعة على اثنين ناقص واحد، يعني سبعة على اثنين ناقص اثنين على اثنين ويساوي شنو؟ خمسة على اثنين. إذا الجاما للسبعة على اثنين هو خمسة على اثنين جاما خمسة على اثنين. الآن شنو قيمة جاما خمسة على اثنين؟ ثلاثة على اثنين جاما ثلاثة على اثنين. حسب هذا القانون الثاني. زين، الآن إذا نقدر نضربهم، لكن عندي أيضا هاي القيمة ايش قد تساوي؟ أطبق قانون اثنين وأقول القانون الثاني شو يقول؟ جاما ثلاثة على اثنين شو يساوي؟ نصف جاما نصف. من نصل للنصف بعد ماكو داعي نطبق القانون، لأن احنا نعرف جاما نصف ايش قد تساوي حسب القانون الثالث؟ تساوي الجذر التربيعي لباي. الآن جاما نصف أعرفها، واضح؟
وهذا المقدار أضربه في بعضهم يصير 5 في 3 في 1 يساوي 15، وعندي 2 في 2 في 2 يساوي 8. هذا التسلسل بالخطوات هو لكم حتى يتوضح منين إجا هذه المضروبات. بالنسبة لكم بالحل، إذا أحد طلب منكم هذه القيمة كما 7 على 2، عشان تكتب لي يساوي 5 على 2 في 3 على 2 في 1 على 2 وهكذا. زين، إذا طلب من عندكم قام 10 على 3 يصير شنو؟ 7 على 3 في 4 على 3 في 1 على 3. واضح؟ قام 1 على 3، وقام 1 على 3 هم موجودة بالكالكوليتر، تقدر تطلع نتيجتها، أو ممكن تبقيها قام 1 على 3 وتضرب اللي الأعداد الكسرية اللي خارج الجذر أو اللي خارج جاما ثلث. واضح التطبيق؟ طلاب لحد الآن أكو سؤال؟ سؤال عن جاما، تعريف جاما، تكامل جاما، قوانين جاما، كيف نطبق قوانين وبروبوزيشن للجاما على بعض الأمثلة مثل هذا المثال. إذا أكو أي سؤال اسألوا، حتى إذا ماكو سؤال نروح نكمل خصائص دالة الاحتمالية لتوزيع جاما. أكو سؤال؟ ماشي. إذا ننتقل للتمرين، يقول prove that the gamma، نعم أكو سؤال فضله. ممكن إعادة كتابة السؤال لأن ظاهر هذا اختفى ما طلع عندي. عموما بالنسبة لهذا التمرين يقول prove that the gamma distribution is a probability density function and then find the following average variance moment generating function. حتى نبرهن أن gamma distribution هو PDF لازم نبرهن بالأول أنه أكبر أو يساوي صفر، ونبرهن أيضا أن تكامل الدالة الكلي يساوي واحد. ابتداء نأخذ القيم اللي متكونة منها الدالة. إحنا عندنا الدالة تساوي واحد على جاما في لمدا تو ذا ألفا في x تو ذا ألفا ماينس 1 مضروبة في exponential ناقص لمدا x، لكن كل هذه القيم هي قيم موجبة عندما تكون x موجبة، والدالة نفسها معرفة على أنها صفر لكل عدد سالب. إذن حصلنا أن الدالة بصورة عامة هي إما أكبر من الصفر أو مساوية له. أريد أن برهن التكامل الكلي للدالة أنه يساوي واحد، فأخذ التكامل total integration فيكون الرينج كله عندي هو من الصفر إلى الإنفينيتي، وأنزل الدالة حسب ما إحنا حافظيها. لكن ننتبه بما أن التكامل هو للمتغير العشوائي x، إذا نأخذ كل ما يحتوي هذا المتغير، وكل ما لا يحتويه راح يكون بالنسبة للتكامل هو شنو؟ constant. يعني هسه هذا واحد على جاما ألفا هو constant، لمدا تو ذا ألفا هو constant، فيطلعون خارج التكامل كثابت. أوكي، الآن أريد أحل هذا التكامل. حتى أحل هذا التكامل أبسط، أفرض هذا الأس يساوي y، إذن x راح يساوي y على لمدا، y على لمدا، dx راح يساوي dy على لمدا. الآن أعوض هذه الخطوة، ننزلها كما هي وأبدي تعويض مقابل الx. شنو أخلي؟ خلي y على لمدا، فأخذت y على لمدا. بما أن الx مرفوع لألفا ناقص واحد، نعم ميرزا، تفضل ماما عندك سؤال؟ ميرزا ستار رفعت إيدك، ما مفتحت لك المايك، تفضل.
ميرزا عندك سؤال؟ حنين عبد الكريم؟ نعم حنين تفضلي، عندك سؤال ماما؟ ميرزا ما عندك سؤال؟ ماشي اوكي. ترجع للمحاضرة طلاب. نعم علي لطيف يقول عيدي شرح الثانية، أقصد البروبوزيشن الثاني لو المثال الثاني. علي لطيف تقصد عيدي شرح الثانية الإكزامبل الثاني؟ جاما 7/2. إذا تقصد البروبوزيشن هذا أعيد شرحه، هو تطبيقه أصلاً في المثال الثاني. ألفا زائد واحد بالنسبة لهذا المثال هو 7/2. جاما 7/2 شو تساوي؟ 7/2 ناقص واحد شو يساوي؟ تساوي 5/2 صح؟ إذن راح تساوي لي 5/2 جاما 5/2 مثل ما قلنا ألفا جاما ألفا. هاي راح تكون الألفا وهاي جاما ألفا. الآن 5/2 عوفة على جهة، نشتغل وين؟ على الجاما. جاما 5/2، 5/2 نقصها واحد شو تصير؟ 3/2. الألفا ماتي راح تكون 3/2. ألفا جاما ألفا يعني شنو؟ يعني 3/2 جاما 3/2. نفس الشيء جاما 3/2 هو شنو؟ نصف جاما نصف. واضح؟ وبالتالي يساوي هذا المقدار ويساوي 15/8 جذر التربيعي للباي. أكو سؤال آخر؟ عم نرجع للتكامل مالتنا. وين وصلنا؟ إن y على لمدا x تساوي y على لمدا، عوضنا y على لمدا بما أن ال x مرفوع للأس ألفا ناقص واحد، فصار عندي y to the ألفا minus one ولمدا to the ألفا minus one. عندي exponential minus لمدا x أعوض عنها بما يساويها، لمدا x شو تساوي؟ تساوي y، إذا عندي exponential minus y. الآن dx أيضا أعوض عنها dx يساوي dy على لمدا، واضح؟ ويساوي هذا الكونستانت ينزل كما هو. الآن لمدا في لمدا أس ألفا ناقص واحد عند الضرب تجمع الأسس، يصير عندي لمدا مرفوعة إلى الأس ألفا. باختصار لمدا ألفا مع لمدا ألفا المتبقي هو y مرفوع لأس في exponential مرفوع لأس minus y dy. لكن هذا المقدار اللي هو y to the alpha minus 1 في exponential minus y dy أخذناه سابقا من حفظنا شنو؟ حفظنا دالة ألفا، قلنا جاما ألفا يساوي التكامل من 0 to infinity y to the alpha ناقص 1 exponential ناقص y dy. Then إذا راح يكون عندي هذا المقدار هو شنو بالضبط؟ جاما ألفا. بالاختصار يكون الناتج 1. واضح؟ إذا برهنا أن الدالة هي PDF لراندوم فاريبل X. الآن عندي قوانين هذا التوزيع، توزيع جاما. التوقع لتوزيع جاما هو ألفا على جاما، أحفظها. التباين لتوزيع جاما هو ألفا على لامدا. التوقع هو ألفا على لمدا، التباين هو ألفا على لمدا تربيع،
الدالة المولدة للعزل هو واحد ناقص تي على لامدا. حتى يسهل الحفظ لاحظوا أنه دائما أكو كسر بالقوانين اللي تخص توزيع جاما. ألفا على لامدا، ألفا على لامدا تربيع، وهنا عندي تي على لامدا. واحد ناقص تي على لامدا الكل مرفوع للأس ماينس ألفا عندما تكون لامدا أكبر من تي. عندي مثال أطبقه. قبل المثال سؤال طلاب، إذا خلينا نكمل السؤال. هنا عندي مثال، إذا كان X متغير عشوائي له توزيع جاما بالمعلمتين 2 و 3 فأوجد PDF للX والتوقع والتباين والدالة المولدة للعزم. نستنتج إحنا من هذا الرمز أن ألفا تساوي 2 وأن لمدا تساوي 3. أنا حافظ طالب أنه دالة جاما تساوي لي 1 على جاما ألفا لمدا to the alpha x to the alpha minus 1 exponential minus لمدا x. أجي أعوض، وين ما أكو ألفا إيش أخلي؟ أخلي 2 صح؟ وين ما أكو لمدا أخلي 3. هنا يكون عندي 3 وهنا عندي 3، فشنو يصير عندي؟ 1 على جاما 2. طبعا احنا قبل شويه اخذنا قانون جاما ان شي يساوي او جاما الفا شي يساوي، اذا كان انتجار يساوي الفا ناقص 1 فكتوريال. يعني هذا شي يساوي جاما 2 يساوي 1 فكتوريال. 1 فكتوريال هو 1، 1 على 1 1. 3 تربيع هي 9، الاكس مرفوعه للاس 1 ومن ثم اكسبونينشال ناقص 3 اكس، فيكون عندي هذه هي الـ fx لدالة جاما بالنسبة للمعطيات الموجودة في هذا المثال. ما هو التوقع لهذه الدالة في هذا المثال؟ التوقع هو ألفا على لندا، هذا إحنا حافظيه، أعوض باثنين ومن ثم بثلاثة، فيصير عندي 2 على 3. نعم طلاب، التباين يساوي لي ألفا على لمدا تربيع. نعم، منو عنده سؤال؟ من رفع ايده قبل شوية؟ ماكو سؤال طلاب؟ اوكي ماشي. إذن عندي ألفا على لمدة تربيع يساوي 2 على 3 تربيع ويساوي 2 على 9. بالنسبة للدالة المولدة للعزم هي 1 ناقص تي على 3 أس سالب ألفا ويساوي 3 ناقص تي على 3 للأس ناقص 2 ويساوي 9 على 3 ناقص تي تربيع. ليش؟ لأن الأس بالسالب، فش راح يصير؟ راح يصير كأنما 1 على هذا المقدار تربيع. واضح؟ النتيجة هي 9 على 3 ناقص تي الكل تربيع عندما 3 أكبر من تي. حد هنا أكو سؤال طلاب؟ عبد السلام، دكتورة عيدي 1 على جاما 2، 1 على جاما 2 أقصد هذه. أخذنا جاما ألفا حسب هذا الـ proposition تساوي، تساوي ألفا ناقص 1 فكتوريال صح؟ أرجع للسؤال أقول بما أنه جاما 2 تساوي لي 2 ناقص 1 فكتوريال، هذا معناه انه شنو؟ يساوي 1 فكتوريال. 1 فكتوريال هو 1، 1 على 1 يساوي 1، وهي 3 تربيع هي 9.
أكو سؤال طلاب؟ نعم، سؤال آخر؟ سؤال طلاب؟ نعم، نكمل. الآن عندي ريمارك اثنين. هذا الريمارك عندي ملاحظتين، الهدف منها أنه مبين بعض التوزيعات هي حالة خاصة من جاما ديستريبيوشن. لما يكون عندي لمدا هو بالضبط نصف، ولما يكون عندي الألفا يساوي n على 2 بحيث n هو positive integer، فإن دالة جاما تعرف بهذه الطريقة، أعوض بدل كل ألفا n على 2، واضح؟ وبدل كل لمدا أخلي نصف. بهالحالة إيش أقول؟ إن x له توزيع chi squared distribution. chi squared distribution توزيع مربع chi للمعلمة n، والn هنا تسمى درجة الحرية degree of freedom. دالة التوزيع مربع chi هي كالآتي، تشبه هي بالحقيقة نفس يعني دالة توزيع جاما، ولكن عندي بدل ألفا n على 2 وبدل لمدا نصف، طبعا احنا خلينا هنا بدل لمدا نصف الاثنين صارت وين؟ صارت بالمقام، يعني واحد في واحد واحد، واثنين في جاما، راح يصير عندي هنا اثنين في هذا الجاما. طبعا هنا اثنين مرفوع الياء أس، الأس اثنين على اثنين، وبالتالي صارت عندي هنا اثنين مرفوع للأس ان على اثنين مضروبة في جاما ان على اثنين. هنا الاكس مرفوع لمنو؟ للاس ان على اثنين ناقصا واحد، والكل مضروب في منو؟ اللمدا هنا نصف، فصار عندي مضروب الاكسبونيشال لماينس نصف في اكس، وبالتالي صار عندي ماينس اكس على اثنين. هذه هي دالة chi squared distribution توزيع مربع chi. هذا طبعا لما الاكس يكون موجب او مساوي للصفر، ولما يكون الاكس سالب تكون قيمة الدالة زيرو. رمز الكاي سكوير هو كالآتي، نقول اكس متغير عشوائي له توزيع كاي سكوير للمعلمة n. طبعا لتوزيع كاي سكوير ايضا خصائص اللي هي نفس خصائص جاما ديستريبيوشن، ولكن بأخذ بنظر الاعتبار أن الألفا تساوي n على 2، راح يصير عندي هنا التوقع يساوي n، التباين يساوي 2n، والدالة المولدة للعزم تساوي 1 ناقص 2t مرفوعة للأس ناقص n على 2. قبل شوية قلنا n نسميها درجة الحرية degree of freedom. degree of freedom is the number of independent values or quantities which can be assigned to a statistical distribution. يعني هي شنو؟ عدد القيم المستقلة أو الكميات المستقلة التي ممكن أن نخصصها لتوزيع أحصائي. طبعاً degree of freedom and